السلام عليكم ورحمة الله. فخامة الشعب الجزائري، صباح النور. أنا الصباح نتكلم على موضوع، الموضوع إيش راهي يصرى في الجزائر، وعلى المحللين السياسيين تاعنا والأحزاب السياسية. أول حاجة نبدأ بشيء، أنا واش لاحظت، ما عندناش ذكاء سياسي، ما عندناش الناس مختصين بالذكاء السياسي، وما عندناش الناس ما عندهمش قوة الملاحظة. نقولها سمحوا لي بالفرنسي، لو ديفلوبمون نتاع السوجي، اسمها تطوير الموضوع باش يطوروا فيه. الوغ نبدأ نتكلم. وش لاحظت؟ أنا لاحظت كاين هشام عبود في قناة أمل تي في، أما هشام عبود يحلل مليح، هشام عبود يتبع بالدقة وحسب القوانين وحسب الأرضية، حسب الأرضية مليح. قبل ما هو مهوش هذا السجي، بس أنا ذاك نبرر عليه، عندناش ذكاء سياسي، ما عندناش هكذا. انا واش لاحظ باللي السياسيين تاعنا حاليا راهم يستعملوا في ادوات قديمه، ادوات تاع بكري اللي عالجوا بها النظام القديم وما نجحوش بها، من الاحزاب هذه طابو سيدي فافاس الجيل الجديد، هذا ما نشوف في ذكاء سياسي. ذكاء سياسي اقتطفتو شوية برك من عند بوشاشي كي قال لازم احنا يمن نحوش نظام ننظفوه نظام، انا معاه، هذا ذكاء سياسي. نروح احنا يا قبل ما ندخل في الموضوع، نبدأ نطوروا التطوير دركي، انا يا نديفلوبي الموضوع نطوروا على حسب وش فهمت دركي. احنا لازم نشوفوا الماضي تاعنا، الدولة الجزائرية كيف لحقنا الدرجة هذه، كيف لحقنا الوضعية المعاشة هذه، شكون هو السبب فيها، كيف تثبت الوضعية وكيف تشكلت الوضعية وكيف النظام هذا تاعنا. سؤال مطروح الآن، هل النظام اللي كان العشرين الماضية السنوات الماضية هو نفس النظام، أو هو في تغيير جزئي، تغيروا في حوايج، تغير شوية جزئيا ولا لا؟ لا نهضر بالدرجة. أنا واش لاحظت بكري كنا عايشين سنوات سوداء تاع الإرهاب وواحد العوام كحل سوداء، كحل تاع الإرهاب منتحق، باش يحبسوا هذا ويديروا حل جابوا تفليقة، دار الوئام المدني هذا لامنيستي ريكونسيلياسيون هذه ناسيونال وكلش تاع الوطنية، الوئام المدني وهكذا مع الجماعة اللي كانوا في الجبل، تفاهموا وهبطوا وريقلوا ستياسيون وفرات الجزائر. ومعناه الإرهاب هذا دارته فرنسا مع العمالة نتاعها، وعيشوا الجزائر 20 سنة هكذاك باش يمصوها يسرقوها كيما يحبوا. جاء بوتفليقة هذا لاجون تاع فرنسا، هذا عميل فرنسا، هذا جاء درنا الوئام المدني باش يزيد يغرق الجزائر في 20 سنة أخرى في مشاكل الاختلاسات. نوضح، كي جاء هو عن طريق فرنسا وعن طريق هكذا، هو فرنسا هي اللي فورسات بالدارجة، فورسات الجيش والحكومة الجزائرية هذاك الوقت باش يقبلوا بوتفليقة. جا بوتفليقة باش يتحكم، كري خلق مجموعات متنافرة متكارهة متناقضة في بعضاتهم، علاه باش يبقى له الحكم، مي وكل يعودوا تابعين ليه،
معناتها مجموعة تجي تضرب مجموعة ولا مجموعة تهضر حاجة مش مليحة في بوتفليقة مجموعة الأخرى تدافع عليه اكسترا. المهم يبقى يحافظ على الحكم نتاعو باش هو يقدر يدير هذه المجموعات وتبقى تابعة عليه. لازم يورطهم يورطهم في حاجة هي الاختلاسات. حنا باش نلاحظوا باللي الاختلاسات هذه كيفاه ورط الجزائر هذا العبد هذا يبنانا أكبر زاوية في العالم كيفاه ورط الجزائر ورطها من الجذور ورطها في الشعب والحكومة في الناس كل خلى الناس كل تختلس ولت الناس اللي يخدموا في الشركة كما يختلسش يبان نظرة مش مليحة مسامي صحابه يبان باللي ولد كانها ميزة من ميزات العمل في العمل في العمل تاعو ميزة سما كون ما يختلسش ما يوليش عامل جيد في المؤسسة. هذا المشكل ما يوليش عامل رمزي في المؤسسة. لازم يختلس باش يبان رمزي ولا يكون ماهوش في المجموعة لأنه في المؤسسة. واش لاحظنا ثاني لاحظت باللي في كل المؤسسات الجزائرية تشكلوا مجموعات والمجموعات هذه اختلاس اللي يكون معاهم يختلس يضموه معاهم اللي ما يختلسش ينحوه ويعطوه له خدمة مش مليحة وما يطلعش وما يترقاش والشهرية تاعه ما تزيدش وهكذا. ما لو وصلوا لدرجة نجحوا فيها عملاء بوتفليقة هذو حتى يردوا الشعب قاع يختلس ويدخل ويغمس يديه في الحرام في الاختلاسات. معناها كثروا عندنا الحجاج وكثروا اللي يبنوا الجوامع من الرشاوي من الصخبش ربي يغفر لهم هاي ما كانش منها. ما نروحوش في هذا الموضوع حنا نحكو راني نطور في الموضوع كيف الجزائر لحقت للدرجة هذه. من الاختلاس توش الشعب الجزائري يأكل كيف انتوما السؤال المطروح كيف المؤسسات صغيرة في الجزائر تكونوا فيها مجموعات وتكونوا فيها مختلسين وتكونوا فيها مجموعات كل واحد مش مختلس ما ينضمش معهم لازم يختلس وهذا واقع في الجزائر. ونايا راهن أي جزائري على الوضعية هذه في المؤسسات في الجزائرية إذا كان يدي تحسنات في العمل تاعه ولا منصب ولا يترقى لازم يرشي كون ما يرشيش ما يديش كون يقعد إنسان نظيف يبقى هكذا وما يطلعش. أنا يا على بالي باللي كل الناس يقولي وي عندك الحق هذا واش كانت عايشته الجزائر هذه في المؤسسات الصغيرة. احنا يا نطلع الفوق برك نطلع الفوق ذكي نطلع النظام المجموعات اللي شكلها بوتفليقة المجموعات هذه كما تختلش هذه المجموعة كما يديروش وش يحب بوتفليقة. السؤال يخليهم بوتفليقة في المكان تاعهم يخليهم جماعة بوتفليقة في الامتيازات اللي راهم فيها لا ينحوهم بالطبع ينحوهم. هلا كما مجموعة كما وش دا أول حاجة دارها بوتفليقة وجماعته أنه نحال لا سيكوريتي ميليتار من الجيش علاه باش يقدر يتحكم في الجيش ويتحكم في كلش لا سيكوريتي تابع عليه لأنها هي القلب النابض تاع الجزائر تاع الأمن في الجزائر. هلا واش لاحظنا أنها الناس قاعد تختلس باش تحافظ على المراكز تاعها. أنا نقول باللي انطلاقا من مين بديت منه أنه لقيت صالح وليجينيرو وهذو الحواج كون ما قعدوش في هذاك المكان كون ما اختلسوش ما يقعدوش في هذاك المكان. ذاك السؤال اسكو نيتهم يختلسوا باش يقعدوا في هذاك المكان ولا نيتهم باش يطلعوا وممكن يكون هناك تغيير. هذه ما نتهمو حتى واحد باسكو ماناش داخلين قلوبهم على بالناش بها. المهم اللي ما يختلش هذاك الوقت وما يعمرش جيبه ما يواسيش ما يقعدش في المجموعة هذيك وما يقعدش في النظام هذاك. هذه انطلاقا والناس الشعب الجزائري 80% قاع اختلسوا
رجال ونساء، كما يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ووراء كل رجل مختلس عظيم امرأة مختلسة ومشجعة لاختلاس عظيمة. هذه الأرض الشعب الجزائري قاعد تغمسوا يديه في الاختلاس. معناتها حنايا بديت الحكاية تاعي بديتها من نحكي على العشرية السوداء هذيك تاع وقت الإرهاب، تغمست فيها الجزائر، جابوا تفريغة، دار الوئام، تصالح، فرت القضية، والإرهاب كونته النظام وعملاء فرنسا، والاختلاس هذا كونوا بوتفليقة وجماعة بوتفليقة وفرنسا. وما نساوش حاجة، في الأواخر هذا تاع الحكم تاع بوتفليقة كي شافوا باللي بوتفليقة مريض بزاف، لاحظوا هذه، كي شافوا بوتفليقة مريض وما يقدرش يدير العهدة الخامسة عشاو يديروا الكادر تاعو، واش داروا هذو الشواطن؟ دخلوا بابور تاع كوكايين فيهم جنرالات. علاه؟ باش يدروغيو الشعب، باش يردوه مدمن توكسيكومان، يقولوا دي دوكس توكسيكومان الشعب الجزائري. يقول الشعب الجزائري تقول له اي اي دارك حرقت، يقول لك لا لا اعطيني كوكايين، يقول لك الجزائر راهي تدمرت، يقول لك ما يهمنيش اعطيني كوكايين. الجزائر كانت رايحه الوضعيه هذه، هذا الحل تاع الكوكايين، 700 قنطار تاع كوكايين على دخلوه. انتما في رايكم شافوا باللي العرصه تاعهم هو بوتفليقه تحطمت او مريض، لازم وشكون الراجل الاخر اللي يكلموا به الشعب ويكملوا الاختلاس تاعهم ويكملوا التوطين تاعهم مع فرنسا. هو لازم يحطموا الشعب تحطيم كبير هو الكوكايين. السؤال شكون هذو اللي وقفوا الكوكايين؟ شكون هذو جماعة الأمن اللي وقفوا الكوكايين؟ شكون هما هذو اللي جينيرو إنسان الناس نضاف اللي وقفوا الكوكايين؟ ما مختلسوا نضاف، لأنهم كما اختلسوش ما يكونوش في هذيك الوضعية، وما يكونوش في الوضعية هذيك اللي وقفوا فيها الكوكايين. وبارك الله فيهم، بارك الله فيهم، لأنهم نقضوا الجزائر ونقضوا الشعب الجزائري من وباء تاع الطحين، وباء الطحين. عباكم الشعب يقولي طحان كنت خل الكوكايين هذا. بل الحمد لله كانوا في الأمن تاعنا رجال واقفون، هما اللي حبسوا هذاك البابور، حبسوا الكوكايين ودخلوا جماعة الحبس، وإن شاء الله يتم المطاردة. وأنا نقول باللي إعدام 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 من هذو الناس اللي تورطوا ودخلوا الكوكايين للجزائر، وهذا كل السبب تاعهم باش يكالميوا الشعب، يحطموه باش يكملوا يعيشوا الرفاهية تاعهم والاختلاس تاعهم. واش لاحظت انايا؟ ورطوا الشعب الجزائري في زوج حوايج، في الاختلاسات، وراح يورطوه في الارهاب، في الكوكايين. مي نرجعوا القضيه الاولى تاعنا، النظام الماضي هذاك تاع الكبرانه تاع فرنسا، ورطوا الشعب الجزائري في الارهاب. عملاء بوتفليقه، عملاء فرنسا، وعملاء الكوكايين هذو راح يورطوا، ورطوا الشعب الجزائري في الاختلاس وراح يورطوه في الكوكايين. الحمد لله دارت عليهم اللعبة، خرج الشعب والناس. وبوتفليقة ما هوش غبي أنه يدير الناس مجموعة واحدة يتكل عليها ويريح في الحكم. ممكن هذه المجموعة فيها واحد ولا زوج يدوروا عليه بف ينحوه. بوتفليقة داهية ذكي، وذكاء جابوه من فرنسا يعاونوا فيه، كون مجموعات متفرقة عنها بقى في الحكم، ودار دسائس ودارها شبكها، شبكها كما نقولوا احنا، مشبكه ابي شبكه. باش واحد يقول لي لقيت صالح كاين في الحكم وعلى ما قضاش عليهم، منين يقضي عليهم؟ مشبكه على بالك شكون هو صاحبه شكون ماهوش صاحبه. كون بار اكزومبل يتقدم يجي يدير حاجه يلقى البيه في راسه كيما بوضيه في الله يرحمه. واحد يكون شويه واقعي، يتبع الامور بدقه وش راه صاير.
انا مانيش ندافع القايد صحيح، انا راني نحلل وجدت انا كيف ندير كيفه. هذا هو باش توصل للحكم وتقضي على الناس هذه، وكذا كانت النيه تاعك لازم تنفلتري كيما البوليسيه ينفلتروا في المافيا ويلعبوها راهم دي مافيا. هذا شيء واقعي، سينو الوضعيه تاع الجزائر تبقى هكذاك ويدخل الكوكايين وتحطم الجزائر ويتحطم الشعب الجزائري ونولوا كاع مدمنين، يولي الشعب الجزائري مدمن على الكوكايين ويولي شعب طحان. والحمد لله ما وصلناش للدرجه هذه. انا الحال اللي نشوفوا الجزائر حنايا باش ما نخلوش، لازم نديروا ذكاء سياسي، ما نخلوش حنايا فرنسا تلعب بينا كما هذوك داروا الارهاب ودوك داروا الاختلاسات وهكذا، مش عارف شام يخمو يحوسونا يلعبوا الشعب مع الجيش تاعنا مع لي جينيرو تاعنا والجيش تاعنا. لي جينيرو هادو اللي هنا في الحكم دوك، حنايا لازم نقارنوا بين النظامات. النظام تاع الكبراني تاع فرنسا الله لا يرحمهم، اما توكل تقريبا بقى فيهم غير هذاك اسمه هذاك نسيت كاع اسمه نزار، هذا بهدل بينا وبقاو جماعه وبقاو هذا ومازالوا العملاء تاع بوتفليقه مازالوا ما يتحركوا، العملاء تاع الدولة العميقة تاع توفيق وهكذا. راهي معركة مازال تساير، باش يقول لي قايد صالح وجماعتهم حاكمين كلش، راه مازال رامي يكافحوا، راه مازال رامي يكافحوا ويناضلوا. انا نطلب من الشعب الجزائري انه يساعد النظام الحالي، يساعدوا باش نخرجوا من الأزمة هذه اللي رانا فيها، باش نقضوا على المافيا هذه، نقضوا على الدولة العميقة، نقضوا على الناس هذول راهم يعاونوا في النظام تاع بوتفليقة والعملاء تاع فرنسا يخدموا حوس ويرجعوا. انا نطلب من الشعب الجزائري يساعد النظام، يساعد قايد صالح. والامور تاع الاختلاسات انا حكيت كيفاه صرات، الشعب الجزائري قاع اختلس، كون بوتفليقة قعد والاختلاسات كملوا، كورونا نلاحظوا باللي في كل ربع منازل مسجد، وفي كل منزل نلقاو ثلاث حجاج ولا ربعة، خاطرش الناس قاعد تختلس باش ترضي ربي تروح تحج ولا تبني جامع. مالا حنا لازم نكونوا حذرين باش الجزائر ما ترجعش الوضعية تاع بكري ويرجع الدولة العميقة ونرجعوا نزيدوا 20 عام أخرى وتولي حتى 2040 سلمية. مالا حنا لازمنا وئام، لازمنا تصالح مع لي جينيرو تاعنا مع النظام تاعنا، ولازم ندرسوه ونخرج بخروج خريطة الطريق. وهذا السؤال هذا راني نوجهها للشباب كما قلت بكري، الشباب يتهيكل على حسب النواحي العسكرية ويديروا مجموعات ومجموعة مركزية وتقود، ومنهم هما يكونوا وزراء، هما يكونوا القياد، هما يكونوا يطوروا الجزائر تاعنا إن شاء الله. هذه هي، والمجد والخلود والشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله.